والود إليه، إنسان ذو علمية عالية، ممكن أن نطلق عليك بالعلمية، نطلق عليك إنه محاور وليس مناظر. كل الاحترام لشخصك وجنابك الكريم. عندي شبهة يطرحوها بعض أصحاب اللايفات اللي يخشون الظهور أمامكم ومحاورتكم في الأمور التاريخية والدينية. يقول علي ابن أبي طالب، إحنا عندنا إشكال إنه تشيعي يا أخونا، أول شيء تشيعي. نعم حاج، أنا شيعي، أنا ويا إنه تعرض الشبهة اللي تطلع بلايفاتهم وترد عليها أمام الناس. يعني أنا والله ما فهمتك أنت، يعني هاي المقدمة إنه الحاج وعد ليس مناظر ومعرف، أنا ما أدري تمدح الذنب بس مو مشكلة، تفضل خذ الشبهة. ما فهمتك. أنا ضد كلمة مناظر التنظير الشخصي، هذا المناظرة تيجي من التنظير الشخصي، أكيد أنت فاهم الفلسفة المناظرة. أنت ما تجيب شيء. طبعا هذا كلامك أيضا مو دقيق بس راح أتجاوز لأن مو موضوعنا، تفضل مو مشكلة. أشكرك حاج. يعرضون شبه يساعدون عامة الناس اللي هم الشيعة ويناظروهم بها، ويبقى الموضوع ذو أثر يعني داخل الناس. مثل الشبهة احنا نريد تعرضها انت تفضل وترد عليها. اعرضها تفضل تفضل اعرضها، احنا نساعدك بمقاطع الفيديو للشبهات. اي تفضل اعرضها الشبهة شنو هي. المهم ادى شبهة نقول انه علي بن ابي طالب استلم الخلافة، ليش ما ورث زوجات النبي واولاد فاطمة؟ ليش ما اعطاهم ورثهم؟ احنا مع انه ابو بكر قال انه الانبياء لا يورثون، وبقى هذا الموضوع. من استلم الخلافه علي بن ابي طالب ليش ما ورث؟ عليه السلام. عليه السلام اكيد. نعم. هاي الشبهه. اي نعم استاذ. طيب اولا سوي ميوت لنا في صدى بعد اذنك. هذا الصدى منه من نعم إيه، بس خلاص شوف سوى ميوت الأخ. الأخ عنده ميوتي. إيه بس لحظة منه. ألو بس لحظة أخونا لحظة، مو منك الصدى. بس لحظة أخونا لحظة، مو منك الصدى. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الصدى من وين؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الصدى من وين؟ اللهم صل. الصدى هو منكم. لحظة أنا ما أعرف في ويانا أحد الأخوة طالع على اللايف غير كينج؟ ويانا أحد الأخوة طالع على اللايف غير كينج؟ فقط الشيخ ابراهيم. لا الشيخ ابراهيم مسوي. ايوه عبد الرحمن مسوي ميوت ايضا في البث الاخر وانا مسوي. ايه ارجع لانه في صدى ما اعرف من وين. لا مو من في واحد اخر صعد. طيب شيخ ابراهيم ممكن تنزل وتصعد مره اخرى؟ شيخ ابراهيم ممكن تنزل وتصعد مرة أخرى؟ لا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حجي اغلق الجاس كله بالبث وافتح، مو الجاس صورتين هاي اضغط عليه وقول بالبث. نعم الآن راح شوف. ايه كان واحد كان معلق وانت ما تشوفه. ايه طيب الان شلون نفتح على الـ انفتح الان انفتح. طيب بالنسبه للاخ الكريم، حيا الله شيخ عبد الرحمن. بالنسبه للاخ الكريم يقول في شبهه مطروحه انه الامام علي عليه السلام لماذا لم يرجع فدك الى الورثه؟ لماذا لم يرجع فدك إلى الورثة؟ أولاً في كتب الشيعة فدك أخذ ظلماً،
وفي كتب الشيعة يقولون أن أمير أن نحن أهل البيت لا نرجع حقا، يقصد حقا ملموسا يعني ماديا أخذ منا ظلما. هذه واحدة. اثنين، خلينا نكون عقلاء، وعلي لا نسبة بين عقولنا وبين تكليفنا وبين عقل علي وتكليف علي عليه السلام. حيا الله الشيخ أبو علي الآن أقدم. بس تعقيب حجي، يقول الإمام نفس الكلام اللي ذكرته أنت أوضحه، يقول قلت لما لم يأخذ أمير المؤمنين عليه السلام فدك لما ولى الناس ولي الناس ولأي علة تركها؟ فقال لأن الظالم والمظلوم قد كانا قد قدما على الله عز وجل، وأثاب المظلوم وعاقب الظالم، فكره أن يسترجع شيئا عاقب الله عليه غاصبه وأثاب مغصوبه. هذا الكلام اللي ذكره الحاج وعد، علما أنه في روايات صحيحة أنه استعاد فدك في زمن عثمان بعد أن أخذها مروان، استعادها علي بن أبي طالب في زمن عثمان. فضل حاج. الآن بالنسبة للأخ، حتى تتكلمون علميا، الآن هل عدم استعادة أمير المؤمن لفدك تبرر أن فدكا أخذت بالحق؟ يعني هنالك ملازمة، أنه أنا الآن سرقوا سيارتي وأنا التئت بالعمل وعندي سيارات أخرى مثلا، أو التئت بالعمل وما استرجعت سيارتي لأي سبب من الأسباب، هل هذا مبرر أن السارق خوش ولد؟ لا. هل هنالك ملازمة؟ لا. إذن بطلت الشغل. فنقض أن عليا لم يرجع، حتى تبررون ماذا؟ هب أن عليا لم يرجع، هب أن عليا قصر، هب أن عليا أخطأ والعياذ بالله، لكن أنا أقول هب أن عليا لم يفعل، عدم فعل علي لازمه أنه ادعاء فاطمة كذب أن فدك لم تخصب؟ ما قال إنسان لا من الشيعة ولا من السنة. فلازم الشبهة خطأ، لازم الشبهة خطأ. الآن نجي إلى المسألة العقلائية، الآن من الذي يرجع الحق؟ الإمام علي عليه السلام. طيب الإمام علي عندنا كشيعة، راح أجاوبك جواب شيعي وسني، عندنا كشيعة النبي قال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال اللي أنا أولى به من أنفسي فهذا مولى، إذن هذا أولى به من أنفسي. فعلي له ولاية على الأموال، بمعنى أن عليا يملك صلاحية الأخذ أو الإبقاء. يعني علي إذا أبقى ففعل حقه، وإذا أخذ فأخذ حقه. طيب هو أبقاها ففعل الذي يراه صح، فلا نعترض عليه، فلا ملازمة بين إبقاء الحقوق المغتصبة عند الآخرين وبين المغتصب. هذه واحدة. اثنين، من هم الورثة؟ الورثة هم الحسن والحسين، صح؟ الورثة هم الحسن والحسين. هل الإمام علي لا لا، فدك كانت هبة عند الزهراء، انت تتكلم عن فدك. الورثة بصورة عامة ليس أرض فدك فقط. احنا نؤمن كشيعة انه مقولة أبو بكر انه النبي الأنبياء لا يورثون، هذا ملزمة عندنا كشيعة احنا؟ شلون؟ لا لا، احنا ما ملزمين ان معاشر الأنبياء لا نورث. اوكي، اذا جاوبنا على الميراث بصورة عامة وليس ارض فدك فقط، يعني يشمل الميراث زوجات النبي واولاد فاطمة، وانت ان شاء الله اهل هذا الموضوع. زين، اخلي اكمل فدك الان وارجع لك الى زوجات النبي صلى الله عليه واله. اولا زوجات النبي صلى الله عليه واله اخذنا اكثر من حقهن. لماذا؟ لان زوجات النبي يسموها بيوتات النبي، فاخذنا البيوت، وفي حديث في صحيح مسلم
الآن يستخرجوا. أنا كله أتكلم من حفظي أنه خيرنا بين الأوساق وبين الكذا، فاخترنا موجود حد لا تحب أقرأ موجود أمام، فاخترنا الأرض وما أدريش. فنساء النبي أخذنا أكثر من حقهن، كان يعطيهن عمر كل واحد 10,000 دينار في السنة، ويزيد عائشة 2000 كما يقول الذهبي في سير علام النبلاء، يقول لأنها حبيبة رسول الله. أخواني 10,000 دينار ذهب في السنة، وفي المقابل بسنة صحيحة الألباني يقول إنهم منعوا الخمس عن أهل البيت، أبو بكر وعمر. حديث نجد الحروري لمن سأل ابن عباس قال لمن سهم ذو القربى؟ قال لنا نحن. فكان أبو بكر يعطينا دون حقنا، أما عمر فأبى أن يعطينا حقنا، قال أعين ناكحكم ما أخذي دينكم وأبى أن يزيدنا على ذلك فرفضناه، يقول الألباني صحيح. لا أخوان، هذا يقولون سني، الأخ يؤمن بالإمام المهدي عليه السلام هو 12، وقال أنا شيعي يعني فهمني أنه 12 ويؤمن بالإمام المهدي. فإذا كان سني عامله يعني ناقش نقاش آخر من باب الإلزامات. فالأخ كينج أنت من شيعة تؤمن بالإمام المهدي عليه السلام صح؟ أنا من شيعة علي بن أبي طالب. لا 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 لحظة يا سيد المهدي. الآن لحظة، الآن تؤمن بإمامة المهدي سلام الله عليه؟ عجل الله وفرج وسهل الله مخرج. تؤمن به؟ نعم. أي شيء 12 ممكن تلعن الصرخي؟ شوفها خليه يلعن الصرخي، لعنة الله على الصرخي. لا ما له علاقة بال أخونا. لا 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 أنا محترمك، أنا محترمك. لا خلص لا الأخوة أنا أردت أن أثبت له. أنا بالنسبة لي صدقتك ولذلك شوف ما، لكن الاخوان يكتبون اذا اقول لهم انه مو كل واحد يسال انه مرخي صرخي شو هذا، حتى لو صرخي يثير امر معين من حق ان نجيب عنه. وهذا البرنامج انه اساسا انا اذا ما اعرف اتعلم اسال سيد ميثم، اسال ابو كريم، اروح كلنا نتعلم. الان اخونا بالنسبه الى زوجات النبي انا جبتك، وحتى عندهم انهن اخذنا الحق، وزوجات النبي كان يعطينا من النفقة أكثر من الباقين. أصلا عائشة نقمت على عثمان بن عفان، لأن عثمان بن عفان منع شوي من الأموال التي تصرف إلى زوجات النبي. وبعدين لما شافت علي بن أبي طالب، القصة طويلة فالقصة مفروغ منها، فما أريد أخوض بهذا الموضوع، لأن زوجات النبي أخذنا الأرض، وموجود الحديث أيضا للبخاري ومسلم، قلت لك أتكلم من ذاكرتي. نرجع إلى قضيتنا إحنا كشيعة. فالوريث هو الحسن والحسين. الإمام علي عليه السلام عنده ولاية على الحسن والحسين ولا لا؟ كشيعة إحنا أحسن. والحسن والحسين إذا هم معصومان سلام الله عليهم، فإذا قال لهم المعصوم للمعصوم فالمعصوم يسمع كلام المعصوم عندنا طبعا، صح ولا لا؟ صح. احسن، جواز الاطاعه صحيح. احسن. الان عند السنه علي بن ابي طالب سني والحسن والحسين سنه، علي بن ابي طالب اطيع الله واطيع الرسول واولي الامر منكم ولي الامر السني علي بن ابي طالب، والحسن والحسين سنه، فالحسن والحسين السنه يطيعون ولي الامر علي السنه، صح ولا لا؟ مضبوط. إذن علي لما يبقي حقا أو يأخذ حقا هو مطاع، صح؟ مطاع نعم. أحسن صح. الآن نجي عند الشيعة وعند السنة، علي عند في زمنه عند السنة حكيم ولا لا؟ طبعا حكيم. رحمة. علي عند الشيعة حكيم ولا لا؟ نعم. هذا الحكيم ولي الأمر السني والمعصوم الشيعي، ارتأى أن يبقي الأراضي التي أخذت منه ومن زوجتي ومن أولادي يعطيها إلى الآخرين. لم؟ لأن من الحكمة أن لا يقال أن عليا كان حاقدا مضمرا كان يعد العدة، فلما صار سلطويا وتمكن من السلطة وصارت السلطة التنفيذية عنده استغل السلطة وبدأ يسلب الأراضي، فلماذا لم يداعي بحقه طيلة 23 سنة؟ وعندما صار على كرسي الحكم
صار يداعي، فمن الحكمة أنه لا يأخذ هذا على الأقل من الحكمة. هذا الأمر هذا الجواب الشافي. بارك الله بك شيخ، أجد والله هذا الجواب الشافي. الآن أنا مناظر لا. لا ليس مناظر، في نظري الله أرفع من هذه التسمية. الله أرفع. راح أضرب لك مثال آخر أخونا الحبيب كينج، مثال آخر. شوف لما تفتح كتاب السني يقول لك معاوية صعلوك لا تزوجوه. صعلوك شنو معناه؟ يقولون صعلوك يعني لا مال له، يعني فقير. طبعا أنت وأنا كلنا نعرف، واليهود يعرف، وحتى المستشرقين وأي واحد، أنه معاوية هو ابن أبي سفيان، وكلنا نعلم أن أبا سفيان من كبار التجار، كبار التجار. زين شلون واحد ابن تاجر وبذلك الزمن شوية تمرات وما أعرف إيش ويزوجونه وما عنده فلوس تمرات؟ يعني الكلام مو معقول، لكن ما مع هذا نسلم لأن موجود في صحيح مسلم. الآن السؤال اللي هو في ربط في الموضوع، السؤال: معاوية بن أبي سفيان لما صار في السلطة، وأنت أريدك تبحث هذه الصعلوك اللي لا مال له، شلون انقلبت إلى أن يكسر الذهب بالفؤوس عندما كان على الشام؟ والله أبحث عنه هذا، وضروري كنا نفتهمه إذا توضح جزء منه يكون منه. توضح إنه الإنسان من يصير على الكرسي، وإحنا دنشوفه بالعراق وبغير مكان وبغير مكان، الله وكيلك أنا وأفعل وأفعل، من يصير على الكرسي يصير الجكسارات والمدري شنو، هذا موجود. فعلي ليس كهؤلاء، علي عليه. الله يبارك بيك ويحميك وجزاك الله خير. يحبك الله يحفظك. بعد دقيقة واحدة تفضل. تأكيدا لكلام الحاج وعد في الرد على هذه الشبهة، طبعا جاء في رواية لا تخفى على الأخوة الفضلاء، قال صلى الله عليه وآله وسلم حينما قالوا لماذا لا تنزل دارك حينما فتح مكة، قالوا هل ترك عقيل لنا دارا؟ إن أهل بيت لا نسترجع شيئا يؤخذ منا ظلما. فلذلك لم يسترجع فدكا الإمام علي عليه السلام. نأتي، هل هذه الرواية موجودة عند كتبنا كسنة أو غير موجودة؟ نجدها في صحيح ابن حبان برقم 5149، طبعا المحدث يقول صحيحة، الراوي أسامة بن زيد. قالوا يا رسول الله انزل في دارك بمكة، قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ إلى آخر الرواية، لم يذكر طبعا فيها ما أخذ ظلما، ولكن هذا شاهد. والإمام علي عليه السلام هو أزهد الناس، وهو أعقل الناس، وهو يعني الحكيم في أفعاله. أما في الزهد فهو الذي ورد عنها أنه نضح بيت المال وصلى فيه ركعتين بعد أن وزعه بالتساوي. نعم جزاكم الله خير. اللهم ربي حفظك شيخنا ورحمة الله عليك. وعد عندي فقط مسألة بس.